زال اللي هو مراقبي البحر المتوسط أو برلمان البحر المتوسط بصحبة وكيل مجلس الشعب الأستاذ محمد مجلس النواب الأستاذ محمد أبو العينين يتفقدون اللجان في الأسكندرية. يبدو أنهم مكتبة اسكندرية دي مكتبة الأسكندرية كمان دكتور أحمد زايد دكتور أحمد زايد كمان ده يعني نقلة مهمة جدا من حقهم يشوفوا هذا الصرح العظيم واحدة من الصروح الثقافية العالمية. والحقيقة هم طبعا برلمان البحر المتوسط والإسكندرية أصلا هي متوسطية والمكتبة متوسطية بالأساس، فبالتالي الدكتور أحمد زايد يصطحب الوفد لمشاهدة واحدة من المنارات الثقافية المصرية.